راشد بن سعيد بن رقراقي المزروعي منطلقا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع ياتينا شاهين العبيد بن عامر بن حميد بن عمهي المنصوري. وعلى المركز الخامس شاهين العلي بن سالم بن علي بن سليم لقتبي منطلقا على خامس مراكزنا. وفي المركز السادس وياتينا الطاغي سلطان بن عبيد بن محمد الكعبي يقدم لنا هنا ايضا الطاغي بهذه الانطلاقة على سادس المراكز. وفي المركز السابع مغرور ياتي العلي بن محمد بن عبد لقتبي مع مغرور هنا ينطلق في التحديات الجميلة. اما المركز الثامن اهالي الظفرة مع مياس محمد بن مطر بن طارش المنصوري ياتينا هنا بمياس على المركز الثامن. وتاسع المراكز طيارة اليبهوني مع الحاسم ينطلق هنا تاسعا مبارك بن سهيل بن علي اليبهوني الظاهري. وعلى المركز العاشر شاهين للسالم بن عبيد بن علي الراشدي. هذه هي النتيجة للمراكز الأولى المنطلقة، 10 أسامي ذعناها على حضراتكم، وهناك أيضا شعارات، هناك أسامي تتواجد خلف المراكز العشرة الأولى. لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة وإلى صدارة هذا الشوط، إلى مصيحان المنطلق على الصدارة على المقدمة لمحسن بن سالم بن حمد المالكي منطلقا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني ياتي سراب مع المتمرد سالم بن راشد بن رقراقي المزروعي ينطلق بهنا بسراب بهذه الانطلاقة الجميلة والتحدي. بينما المركز الثالث يأتي مزعل على المركز الثالث لسعيد بن محمد بن كراز المهيري وشعار الجنرال ينطلق هنا بتحدياته الجميلة على المركز الثالث. بينما رابع مراكزنا المركز الرابع هناك منطلق من الجانب الآخر الطاغي لسلطان بن عبيد بن محمد الكعبي هنا ينطلق. يلا يا أبو عمار ركز أيضا مع الطاغي في انطلاقاته على المركز الرابع. وفي المركز الخامس شاهين علي بن سالم بن علي بن سليم لقتبي منطلقا خامسا. وفي المركز السادس عندك يا بن عمهي مع شاهين عبيد بن عامر بن حميد بن عمهي المنصوري منطلقا هنا على سادس المراكز. وفي المركز السابع ياتي مغرور علي بن محمد بن عبد لقتبي مع مغرور على المركز السابع وثامن مراكزنا. المركز الثامن مياس محمد بن مطر بن طارش المنصوري هنا يتواجد بهذه الانطلاقات الجميلة. راشد بن عبيد في المتابعة الدقيقة لهذا الشعار وتوصيات هناك من الناطق الرسمي لأهالي الظفرة أبو فرج يتواجد أيضا خلف هذا الشعار بأدائه المميز. هنا المركز التاسع وأول دخول لشاهين لمحمد بن سيف بن السهيل بن كلثم الخيلي. وعاشر مراكزنا يتواجد الحاسم بن مبارك بن السهيل بن علي اليبهوني الظاهري. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في ثاني ندى لهذه الأسماء لهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. أهالي السلطنة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مسيطرين على زمام الأمور من بداية الانطلاقة هنا مع مصيحان على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. محسن بن سالم بن حمد المالكي منطلقا على المركز الأول. بينما المركز الثاني مزعل على المركز الثاني بشعار الجنرال هنا في هذه الانطلاقة لسعيد بن محمد بن كراز المهيري مع مزعل هنا على المركز الثاني. وفي المركز الثاني يتواجد هنا سراب في هذا التحدي المميز الجميل هنا مع المتمرد سالم بن راشد بن رقراقي المزروعي ينطلق هنا على المركز الثالث في هذه التحديات الجميلة. بينما المركز الرابع
المركز الرابع وصل هنا، وصل الطاغي على المركز الرابع لسلطان بن عبيد بن محمد الكعبي، يقدم لنا الطاغي على المركز الرابع في هذه اللحظات. وفي المركز الخامس، شاهين علي بن سالم بن علي بن سليم لقتبي، والقادم شاهين لعبيد بن عامر بن حميد بن عمهي المنصوري، من ياتينا على المركز السادس هذه التحديات. وسابع المراكز، المركز السابع مغرور علي بن محمد بن عبد لقتبي مع مغرور على المركز السابع. وفي المركز الثامن، مياس محمد بن مطر بن طارش المنصوري وبن كلثم قادم هنا، قادم بهذه الانطلاقات الجميلة والتحديات والإثارة هنا بهذا الأداء المميز. وشاهين محمد بن سيف بن سهيل بن كلثم الخيلي، وعاشر المراكز، عاشر مراكزنا يأتينا هنا أيضا والم لسعيد بن محمد بن سعيد بن خيلة العامري منطلقا على المركز العاشر. هذه هي النتائج، هنا حزام الغابات غادرنا في هذه اللحظات في هذا الانطلاق والتحدي الجميل والإثارة، وفي طريقنا إلى 3 كيلومترات هنا في هذا الأداء المميز الجميل والصدارة مع مصيحان المسيطر على زمام الأمور، مسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. أم صيحان هنا منطلقة في التحديات الجميلة والإثارة، هنا محسن بن سالم بن حمد المالكي مزعل من يأتي على المركز الثاني، مزعل هنا بهذه الانطلاقة، وبيرضي أبو منصور مزعل لسعيد بن محمد بن كراز المهيري يتواجد على المركز الثاني بهذه التحديات الجميلة والإثارة، بينما المركز الثالث سراب يتواجد ويتسرب هنا في هذا الأداء الجميل والتحدي المميز الجميل. سراب لسالم بن راشد بن رقراقي المزروعي من يتواجد على المركز الثالث. ورابع المراكز، المركز الرابع الطاغي لسلطان بن عبيد بن محمد الكعبي، ومياس، القادم بهذه التحديات هنا لمحمد بن مطر بن طارش المنصوري، وشاهين لمحمد بن سيف بن سيد بن كلثم الخيلي من ينطلق على المركز السادس. وفي المركز السابع، والم لسعيد بن محمد بن سعيد بن خيلة العامري، من يأتينا على المركز السابع في هذه الانطلاقات والتحديات المتميزة الجميلة. مشاهدينا الكرام، بدت الإثارة، هناك يأتي مغرور لعلي بن محمد بن عبد لقتبي مع مغرور، هذه التحديات المتميزة، وبن عمهي هناك مع شاهين عبيد بن عامر بن عمهي المنصوري، وعود الى الصدارة هنا مع 2 كيلومتر ما تبقى على نهاية هذا الشوط. 2 كيلومتر استرايت لاين الى المنصة الرئيسية الى الفوز والى الناموس. هو مصيحان هنا مسيطر على زمام الامور، مسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول، يسيطر كل السيطرة على زمام الامور وعلى الصدارة بهذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي الجميل. أجهزة ما انفتحن بعدهن، هنا في هذا الانطلاق الجميل. والمركز الثاني، مزعل على المركز الثاني لسعيد بن محمد بن كراز المهيري، هنا ينطلق على المركز الثاني. وفي المركز الثالث، والتحديات الجميلة، وصل الطاغي لسلطان بن عبيد بن محمد الكعبي على المركز الثالث. والمركز الرابع مياس محمد بن مطر بن طارش المنصوري، خامس مراكزنا سراب سالم بن راهب بن سعيد بن رقراقي المزروعي، هنا ينطلق بالتحديات الجميلة والإثارة بهذا الأداء المميز الجميل والتحديات المتميزة. مشاهدينا الكرام، نعود هنا إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، وفي المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق الجميل. مصيحان المسيطر، مسيطرا على زمام الأمور، مسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول والصدارة. هنا محسن بن سالم بن حمد المالكي هو المنطلق على صدارة هذا الشوط. الكيلومتر الأخير، والمركز الثاني
الثاني، مزعل في المركز الثاني، مزعل هنا في المركز الثاني، ولكن أرى سراب، سراب بدأ يتسرب في هذه الانطلاقة، سراب 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 وشاهين قادم، شاهين قادم في هذا الانطلاق المميز الجميل، شاهين 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 هنا للسيد محمد بن سيف بن سيل بن كلثم الخيالي من ينطلق على المركز الثاني والمركز الثالث، مزعل لسيد منصور سيد سعيد بن محمد بن كراد المهيري، ولكن هنا الصدارة، هنا المقدمة والمركز الأول. سلام لأهالي بنية، سلام سلام على هذا الأداء المصيحان وهو في الصدارة في المقدمة، ينفرد بهذا الانطلاق بدون أي منافس على الإطلاق، ينفرد بالصدارة بالمقدمة وبالمركز الأول انفراد كليا بصدارة هذا الشوط في هذا التحدي المميز الجميل. ها هو تشاهدونه هنا مصيحان بأدائه المميز وعرضه الجميل هنا على الصدارة على المقدمة، يقوم راس ينهي هذا الشوط، راس مصيحان كعوائده الجميلة محسن بن سالم بن حمد المالكي، تهانينا على هذا الفوز المميز لمصيحان، ولحظة هنا وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز معلن الناموس، تهانينا على هذا الأداء المميز الجميل، وها هي لحظة الوصول بدون أي أوامر تذكر في هذا الأداء المميز، بينما المركز الثاني وصل شاهين لمحمد بن سيف بن سهيل بن كلثم الخيالي من أتانا على المركز الثاني، وفي المركز الثالث في رياض علي بن سلطان بن راشد النعيمي هناك مزعل لسيد سعيد بن محمد بن قراز المهيري، وأتى هناك أيضا شعار ينطلق هنا مع بالعود، شعار بالعود من أتانا على المركز الخامس في هذه الانطلاقة مستحيل العود بن حمد بالعود العامري، ونعود مشاهدينا الكرام بهذه الانطلاقة الجميلة والتحديات والإثارة هنا، ولحظة وصول صيحان إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس محسن بن سالم بن حمد المالكي، هنا من ينطلق بالتحديات المتميزة قاطعا المسافة في 13 دقيقة 15 ثانية سبعا من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني، تهانينا والناموس، بينما المركز الثاني هنا أتانا شاهين لمحمد بن سيف بن سهيل بن كلثم الخيالي من وصل على المركز الثاني قاطعا المسافة في 13 دقيقة 22 ثانية ثمانية من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني، بينما المركز الثالث أتى فياض لسيد علي بن سلطان بن راشد النعيمي، أتانا على المركز الثالث هنا قاطعا المسافة في 13 دقيقة 27 ثانية ستة من الأجزاء من الثانية، رابعا مزعل لسعيد بن محمد بن كراز مهيري، خامسا مستحيل للعود بن حمد بن عود العامري. هذه هي الخمسة المراكز الأولى التي انطلقت بالتحديات والإثارة مشاهدينا الكرام، انطلاقاتنا تتوالى هنا على أرضية هذا الميدان وانطلاقة شوطنا هنا الرابع في مجموعة الأشواط وشوطنا الرابع المنطلق بالتحديات المنطلق بالإثارة شاهدينا ومتابعينا الكرام هنا بهذا الأداء المميز الجميل. الشوط الرابع خاص بالثنايا القعدان المهجنات هنا لأبناء القبائل في مسيرة التحدي في مسيرة الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتابع هذا الأداء نتابع هذه الانطلاقات والتحديات المتميزة، نسير في المراكز الأولى هنا بهذا الأداء المميز الجميل.